شوفين هذول السياسيين شو يسوون بالبرلمان؟ خاله مو احنا من هاي السياسيين، هم والله يتجازوا. لان احنا من جازين ونعم بالله، احنا خاليها يم الله ونعم. ها حرامي كان واحد هسه مليون حرامي، مليون حرام، قاتل واحد هسه مليون قاتل، لعد واحد يطب يقتل جده وامه. يا زمن احنا صرنا قصابه ظلماء، لان من ورا من؟ من ورا اخواننا اهل العمايم والساده والعلماء والخوش ناس، الله يحفظهم ان شاء الله. ما نريد الله هو ياخذ جزائنا، لان احنا ناس فقره والعراقيين طيبين، اهل نخوه اهل خيره اهل ونسواننا وزلمنا كنا طيبين، ماكو واحد بالعراق مو خوش ادمي. زين حجيه سؤال جاوبني. نعم تفضل. البرلمانيات النسوان البرلمانيات روحن يقعدن بالبيت احسن لهن. فد وحده طلعت برلمانيه ذاك اليوم بالتلفزيون لقاء، شلون انت هسه تقول انا قاعده بالايجار وراتبي ما يكفيني؟ قلت يا دتعي خذي بيت الحواسم ها واعطيني راتبك، والعباس اعطيها بيت الحواسم. تقول قاعده ببيت افتر هيك انطخ، افتر هيك انطخ، اسم الله عليك. انقهرت عليها والله، قلت انطيها البيت مالنا مال الحواسم، بنيت لي غرفه وهول. ما هاي نائبة تعرفيها؟ ما اعرفها، تلبس هيك مثل الفوطه وعبايه، ما اعرف اسمها. زين يا ابا هاي النائبه اللي قالت ما عندي راتب ميك اب، مو ما عندي بيت، ما عندها بيت. يا ابا ما عندك بيت يا النائبه، المره تعطيك بيت مالتها وتعطيها راتب. اعطيها بيتي الحواسم، هاني مو بيت ملك، حواسم والمالك الله، وتعطيني راتبها. احنا راتبنا خالص 600 600,000. شنو يضحكون على العالم بهاي تصريحاتهم؟ عوالهم احنا ما نفتهم، مو خوش اغبياء حشاك، بس احنا ناس نفتهم. فقير هسه عنده سبليك عراقي فهم اللعبه كل شيء. وشلون هم برلمان؟ انا بس من اهل العمايم دول. يخافون؟ الله الله الله، ما يحجون حق. انتم اهل الدين، قعدوا بالمراقد الدينيه. والله طبقه بالجامع. واحفظ دينك. النبي كان يهودي جاره ويذب عليه ويوسخه ويحترمه، احنا لا سياسي محترمنا ولا ناس فقره. 600,000 راتبي ها، والله وعايش احسن عيش.